اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم برنامج جيران، وهلا بدنا نروح لفقره اجنده. في لبنان تم عرض مسرحيه بائع الخضار لفرقه كلنا للوطن العربي السوري. العرض المسرحي يحاكي تطلعات الحريه وينتقد الانظمه الاستبداديه. زميلتنا مايا هاشم حضرت المسرحيه وعدت لنا هالتقرير. وانت لوين طالعه هيك بهالبيجامه؟ والله كنت طالعه عند عم اوباما. بائع الخضار عمل مسرحي لفرقة كلنا للوطن العربي السوري التي قدمت عرضا مسرحيا يحاكي تطلعات الحرية وينتقد الأنظمة الاستبدادية. فتبدأ المسرحية ببائع الخضار الذي يحلم بالحب وبأن تطغى المحبة على الوطن العربي كله، فيصحو على وجود الأمن الذي يغلق باب رزقه الوحيد، فيجد نفسه وحيدا إلى أن يلقى ملاكه الحارس الذي يعطيه جرعة زائدة في الحب والأمل. المسرحية مسرحية بائع الخضار بيدعو للحب ولنبذ التطرف والعنف، وما بيدعم أي جهة سياسية، بس بينقذ الفاسد وين من كان ومن أي دين ومن أي مذهب ومن أي جنسية، ونحن ضد أي تدخل خارجي بالوطن العربي ككل. جسد المشاركون في العمل المسرحي أدوارا مختلفة تحاكي حرية الفكر والحق في بناء مستقبل أفضل، وذلك بتجسيد للأدوار من مشاركين لبنانيين وسوريين معا تمكنوا من أداء أدوارهم بشكل جيد بعد تدريبات دامت نحو 6 أشهر. دوري الحب والحلم اللي بيتمناه كل العالم، لأنه الحب هو التسامح والتقارب من الناس، وهذا الهدف المسرحية بتدعي للحب. نحن ضلينا 6 شهور نشتغل على هذا العمل. نحن مؤلفين من 9 أشخاص سورية ولبنانية، وعندي أنا مثلا أول مشهد بكون أنا البندورة اللي هي السورية بحكي سوري، تاني حلم الحب والحلم اللي قلت لك عنه، ثالث شيء في صباح الهزازة كتير بين الدلوعة وهيك بيحكوا عن واقع الجامعات. الرابط بين بائع الخضار والمسرحية هو الدينامو اللي بيحرك هيدي الخضار اللي بتجسد الدول. هو حوار سياسي، كوميديا سياسية، كوميديا سودة طبعا، هي بتنتقد واقعنا العربي، واقعنا الصعب بهالوقت كتير. قسمت المسرحية التي عرضت على مسرح الرابطة الثقافية في مدينة طرابلس إلى قسمين، فبعد القسم الأول الذي تم انتقاد الأنظمة الاستبدادية وأقر أن لا مشروع لمحاربتها إلا بالمحبة، ظهر في القسم الثاني منها أداء الجامعات التعليمية مع الطلاب والصعوبات التي تواجههم. بائع الخضار عمل مسرحي سوري لبناني مشترك ينتقد الأنظمة الاستبدادية ويعول على سلطة المحبة المطلقة في بناء المجتمعات وإصلاح النفوس. من طرابلس شمال لبنان، مايا هاشم لبرنامج جيران. ومن لبنان إلى الأردن، حيث أقامت منظمة سوريا عبر الحدود معرض أحلام الخيام الثاني في عمان لعدد من فناني مخيم الزعتري بعد نجاح المعرض الأول في اسكتلندا. ويسلط المعرض الضوء على الإبداع الفني لهؤلاء الفنانين وإيصال رسالة الشعب السوري إلى العالم. مزيدا من التفاصيل مع زميلتنا إيمان عابد. قصص واقعية لفنانين من مخيم الزعتري في معرض أحلام الخيام الثاني، يحاكون من خلال لوحاتهم حياتهم اليومية في المخيم ومشاهد حقيقية تجسدت عبر هذه اللوحات الفنية. بحاول في أعمالي أدقق على تفاصيل في الحياة اليومية للاجئين، خاصة الأطفال. فلاحظت مشهد صار أمامي بالمخيم، إنه ولد عم بقول لصديقه إنه شو رأيك نروح؟ فعم بقول له على وين؟ فرد على صديقه الثالث استنوني جاي معكم، مع إنه هو مش عارف وين بده يروح. ولكن يعني فهون أنا كفنان يعني خطر على بالي فكرة إنه شوف الأطفال إنه بتحدثوا ببراءة، مش هدفهم انه يعني بحبهم يروحوا على مكان اكثر جمال، اكثر مستقبل، مستقبل اجمل. بيوت وحواري سوريه قديمه رسمت على قماش الخيام لتبقى ملامح هذه الاحياء راسخه في ذاكره اللاجئ السوري والتعريف بالمدن السوريه عن طريق هذه الرسومات.
الفنان لما بيرسم بيمسك الريشة ما بيمسكها عن عبث، وبيكون عنده رسالة بده يوصلها للعالم كله. أنا من خلال مسكتي للريشة ورسمي على لوحات صنعناها من قماش الخيم، حبيت أرسم البيوت الشامية الحورانية الحمصية لحتى تظل راسخة بذهن الأطفال الموجودين ببلاد المهجر وين ما كانوا، بالأردن وغير الأردن. حضر المعرض العديد من المهتمين، منها بعثة أطباء الجمعية السورية الأمريكية، حيث شجعوا مثل هذه المعارض لدعم اللاجئين معنوياً والتفكير بالعمق الإنساني السوري. يعني هاي كانت المكان كتير جميل، وهي الصور خلينا نسرح بخيالنا لنشوف عمق المعاناة اللي عايشها المواطن داخل سوريا، وهاي بيشجعنا لنواصل في هاي التحركات والهاي المبادرات عشان نقدر نعاون ولو بشيء بسيط أشقائنا اللي في سوريا. هدف هذا المعرض تعريف المجتمع المدني والعالم بقصة شعب عانى بين القتل والتهجير، وعبر عن هذه المعاناة عن طريق الفن والرسم. لبرنامج جيران، إيمان عابد. ومكملين معكم مشاهدين فقرات برنامج جيران، نروح هلا لفقرة أنا سوري. أكثر من 200 ألف سوري بالسودان بين عمال وحرفيين وأصحاب مشاريع ومستثمرين يعانون كغيرهم من السودانيين من ضائقة اقتصادية طالت كل مناحي الحياة في السودان، ومع ذلك استطاع السوريون دخول السوق السوداني من كافة أبوابه. تفاصيل أكثر مع مراسلنا محمد أبو العمرين. لكل سوري عامل أو صاحب حرفة أو مالك مشروع بالسودان قصة تختلف في أحداثها، ولكنها تتفق في معظمها أخيراً على النجاح. فقصة صاحب هذه الورشة الأولى من نوعها في السودان بدأت بصدفة جمعته بسوداني بالقاهرة أسدى له نصيحة بأن يحمل حرفته ويذهب إلى الخرطوم، فكانت أول ورشة من نوعها بالخرطوم لتنجيل السيارات بالجلد الطبيعي وتجميل داخلها بخشب الفورميكا. تلبيس المكنة، هات تلبيس المكنة. في أول مرة بالسودان بشغل شغل المكنة. هذا يدوي، هذا شغل المكنة. والمكنة تجي أساسية. محي الدين السوري استطاع إنشاء ورشة متكاملة لصيانة السيارات، جوهرها ما لم يعتد عليه السودانيون وما يحتاجون إليه بالفعل بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتي لا تؤثر على الجلد الطبيعي، فكانت أرضية النجاح متوفرة، وزاد عليها محي الدين جهدا وإصرارا وعزيمة للعمل أدت إلى شهرة واسعة تعدت مدينة الخرطوم لباقي ولايات السودان. موضوع الجلد الطبيعي هون متطلب بالبلد هون، لأنه هون جو سخن، يعني عدم مؤاخذة الجلد الطبيعي هذا إذا تحطي 12 ساعة بالسخانة ما بيأثر عليه نهائيا، لأنه هذا جلد حيوان، يعني جلد طبيعي سبحان الله، إنه ما بدي سخانة. حاولنا وباشرنا بأول شغل اشتغلناه بموضوع السيارة نيسان باتو، هي أول سيارة اشتغلناها من شي سنتين ركضنا فيها بالتصميم تبع الجلد الطبيعي، والحمد لله نجحت معنا الأمور، ضبطناه تفصيل وكالة. محي الدين أحد السوريين الذين جاءوا برأس مال صغير أو متوسط استطاعوا إنشاء مشروع يفتح لهم باب رزق، لكن أغلبية السوريين في السودان هم من العمال، رأس مالهم حرفة توارثوها أبا عن جد أو عمل يتفانون به. يأتي معظمهم فور وصولهم إلى الخرطوم إلى هذا المكتب سعيا لإيجاد فرصة عمل صعبة المنال في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. بالنسبة لنا نحن كتجار وأصحاب مصانع ومستثمرين في السودان، لما بدأ دخول السوريين للسودان نحن عندنا خبرة كاملة بالوضع الاقتصادي في السودان، وخاصة أنه الفترة اللي بدوا يدخلوا فيها السوريين كان في تراجع كبير في الاقتصاد السوداني، يعني السودان ما بعد 2010 اقتصاديا ما هي السودان ما قبل 2010. فلحنا كان في عنا رؤية أنه السوري لو دخل السودان وما عنده رأس مال حيواجه مشكلة اقتصادية، خاصة أنه حيستأجر بيت. فبدينا نتواصل مع التجار وأصحاب المصانع السوريين والسودانيين،
ونحاول نوفر فرص عمل. الحمد لله يعني إلى اليوم نحن موفقين بهذا الأمر، ما في سوري دخل لعنا إلا وفرنا له فرصة عمل. منذ انفصال الجنوب وفقدان ثلثي ميزانية الدولة من عائدات النفط، بدأ السودان يرزح تحت ضائقة اقتصادية خانقة طالت كل مناحي الحياة، نقص في فرص العمل وانخفاض بالرواتب. وبالمقابل استطاع الكثير من السوريين التأقلم مع هذه الصعوبات، بل تجاوزوها بفضل منتوجات لم يعرفها السودانيون سابقاً. فالجديد والمختلف دائما يجد مكانا في السوق السودانية. الحمد لله يعني الشغل شايف، فتحنا شغل النجارة، فتحنا شغل الصدف، هسه ده ما في منه في السودان إلا نحن نشتغله وماشيين فيه، ونشوف الإقبال إن شاء الله. الناس في إقبال بس، ولكن بده فترة من الزمن لا يمشي، لأني أغلب الناس ما تعرفه إلا اللي طالع برا السودان أو ماشي سوريا أو ماشي أي مكان، فيعرف ده شنو قيمته وشنو معنى الصدق. غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة قوبلت بتسهيلات حكومية كبيرة منحت للسوريين في السودان، وتمت معاملتهم معاملة المواطن السوداني من حق التملك والاستثمار والعمل والتنقل، علاوة على وحدة الدين واللغة وطيبة الشعب السوداني وترحيبهم بالسوريين. كل هذا وذاك مكن السوريين من إيجاد موطئ قدم في سوق العمل السوداني، واستطاعوا أن يثبتوا أنفسهم بمزاولة مهنهم وحرفهم ونشرها وتقديم منتجاتها للمواطن السوداني. محمد أبو العمرين لبرنامج جيران الخرطوم. وهيك بتكون خلصت حلقة اليوم من برنامج جيران. بدنا نشكر متابعتكم وفي أمان الله.